السلام عليكم ورحمة الله. أنا يعني خلصت الانستوليشن، لكن يعني حبيت أعمل شت داون. هو بحكي لك continue testing or restart. أنا حكيت له restart، بعدين حكيت له يعني إنه power off the machine، يعني أغلق المشين. بعدين دخلت من هون على السناب شوت وعملت create new machine. شايفين؟ إذا بتحب تعمل يعني display، فشايفين fresh، بتقدر تكتب إنه مثلا this is the مثلا fresh installation. This is a fresh installation snapshot. Snapshot. يعني بتتذكر انه هاي fresh installation. طبعا شو الفايدة من هاي؟ بتاخذ نسخة عن النظام وبتخزنها. فمثلا بعد ما انت يعني بدل ما كل مرة تعمل install للنظام، فبتعمل اللي بدك اياه وكذا، وبتخرب وبتجرب وبتعمل كل شيء، واخر شيء بتيجي هون بتحكي له انه revert، ارجع لهاي النسخة او لا. فبرجع زي كأنه هسا عملت install للسيستم. بعدين خلينا نعمل start وندخل على على نسخة اللينوكس مينت اللي احنا عملناها على install. مش غلط، نعمل فول سكرين مود. فهيك زي كأنه احنا شغالين على يعني جهاز لينوكس مينت اوبريتنج سيستم، يعني مثبت عليه. فأول شيء اكيد راح يطلب منك ال انتر يور باسورد 1 اور نتوركينج. فاحنا حكينا 1 2 3. لانه اصلا ما في عندك غير هو المستخدم الوحيد. راح نشوف كيف نضيف مستخدمين، كيف نعدل، نحدد مين يدخل على يعني يعني ملفات ثانية، ومين ما يدخلش، وإلى آخره من هاي الأمور. هاي اللينوكس مينت. هاي طبعا بداية بحكي لك عن documentation، يعني اللي هي فيها بيكون شوية توجيهات، new features إذا بتستخدم لينوكس مينت قبل هاي المرة، الابليكيشنز إذا الابليكيشن موجودة، إذا بتحب تضيف يعني ابليكيشن معينة، install hardware drivers إذا في عندك أشياء مش معرفة، كارت الشاشة، كارت الصوت، أي شيء مش معرف، wireless access point إلى آخره. الفورومز هي المكان اللي بيجتمعوا فيه الناس بيطرحوا أسئلة. في عندك chat rooms، get involved بالعملية Linux Mint، أو قدم donation، قدم دعم لهذا المشروع علشان تضلك تحصل على لينوكس مينت، يعني على هاي التوزيعة او على هذا النظام، ودائما يتوفر فيه كل الخصائص اللي انت بدك اياها. بتعرف عملية دعم يعني مادي بسيط منك اذا كان عندك يعني عينية للدعم. فمثلا مبدئيا وبالعادة يعني الناس بيبدوا بالكوماند لاين، لكن احنا خلينا نلقي نظرة على طبعا راح يطلب منك الباسورد. نلقي نظرة على البرمجيات وكيفية اضافتها. طبعا الابليكيشن البرامج باللينوكس مش زي البرامج بالويندوز. البرامج باللينوكس موجودة في مكان اسمه الريبوزيتوري، المستودع، ومن هذا المستودع انت بتسحب البرامج اللي بتحبها او اللي انت بتحتاجها او اللي حاب تجربها بغض النظر عن ايش بدك اياه. فهي السوفت وير مانجر،
انتو شايفين هون مثلا ايش انا بدي، مثلا اوفيس، بدي اوفيس بضغط عليه. يعني اي برنامج بدك اياه، انتو شايفين مقسم البرامج حسب مثلا صوت وصورة، اوفيس كذا. طبعا نازل الاوفيس، واذا بتحب تقدر تدخل وتشوفه يعني من ال software browse all installed available software. ليش بتطلب مني system؟ طيب all applications office، وهاي الاوفيس تبعنا، هاي كل البرامج موجودة. بالنسبة للصوت، بالنسبة للسيستم، اذا بتحب تشوف السيستم مثلا شوف قديش حجم الميموري، كم مثلا بروسيس حاليا شغالة، اي شيء انت بتحتاجه يعني تعرفه عن النظام موجودة بالسيستم مونيتور. سيستم مونيتور يعني مراقبة النظام. طبعا باخذ شوية وقت، والسبب الرئيسي لانه اول مرة بيشغل هذا الموضوع. ف كمان لانه فيرتشواليزيشن، فبكون يعني ثقيل على النظام، وبده يسحب كل المعلومات الموجودة في هذا النظام وورجيك اياها بالشكل جرافيكال. عندك اول شيء هذا موجود 2 سي بي يو، لاني ضايف 2 كورز لهي الفيرتشوال ماشين، فهي الاولى وهي الثانيه. انتم شايفين كل واحده في عليها نسبه مئويه، هاي الميموري وهاي السواب. السواب صفر لانه اصلا الميموري لسه ما خلصت. طبعا في طريقه عشان تحكم بالسواب، مثلا بس توصل 50% او اي رقم بدك اياه بتقدرها. شايفين انتم حاليا نتوركينج صفر تقريبا، ما في عندنا لا سند ولا ريسيف. وهاي بروسيسز موجودة عندك على النظام، وهاي الفايل سيستم هون. فايل سيستم اللي هو في عنا النظام، وفي عنا يعني زي كأنك تقريبا زي السي والدي، لكن انت شايف هون عندك النظام، هون في مفاهيم ثانية اكثر واقعية من موضوع الـ يعني السي والدي والاي والاشياء. طيب all categories مثلا خلينا نعمل إضافة للعبة. فمثلا هاي مشهورة كثير، سوبر توكس، هاي هوغوارتس. إذا حدا لعب لعبة ال وورمز، إيش مثل هيك، متذكر إنه اسمها وورمز إيش مثل سوبر توكس، هاي اللي بحب الرياضيات، حلو حلو كثير. بوكر، او خلينا نثبت سوبر توكس. not install، install سوبر توكس، هاي زي ماريو، في حدا لعب ماريو. انستول سوبر توكس، طبعا شايفين من هون تحت العملية. من هون لحتى ما تثبت يعني، ونورجيكم كيف تثبتوا برنامج. في عندك البراوزر، توقع التيرمينال. التيرمينال فعليا هاي عبارة عن واجهة رسومية، بتقدر تشيلها بشكل كامل وتستخدم التيرمينال لكل عملياتك. في عندنا انواع كثيرة من ال ال ايش بسموه الواجهة الرسومية، لكن مثلا هاي هو سطر الاوامر. كل الواجهات الرسومية هي بس عشان تنفذ اوامر موجودة على سطر الاوامر، لكن بدون ما تكتبها انت عن طريق ضغطات الماوس بتحددها. انا طبعا ضغطت هنا على الفايل مانجر،
علشان أتعامل مع الملفات أو التخزين تبعي. طبعا بصير بطيء كثير النظام، والسبب إنه يعني بيعمل انستول لسوفت وير جديد، فأكيد راح يبطأ شوي. ايش الشو؟ لا مش انا فكرت انه هاي. طب هاي الفايل مانجر، فكرت هون طلع الشو، يعني ورجيك الويندوز او لا. غريب ليش مش راضي يفتح الفايل مانجر. طيب هذا هو المكان اللي انت متعود تفوت عليه، تقدر يعني تعتبره السي او دي او الكذا. هو عبارة عن الهوم، هون الداونلودز تبعتك، دوكيومنتس مثلا بتقدر تضيف دوكيومنت، كرييت نيو دوكيومنت، امتي دوكيومنت تقدر تسميها. طبعا ما في داعي تحط امتداد دوت تي اكس تي الا علشان تعرف ايش هو الامتداد الملف. فمثلا لو حكيت له انه هذا مثلا تيست دوت تي اكس تي، بس انتر مباشرة بنشأ الملف، ومباشرة بيعمل له عملية ربط مع يعني محرر النصوص او محرر الكتابة. وهون بتضيف انت يعني الامور اللي انت بدك اياها. طبعا في شغلة كمان حلوة هون باللينوكس، بتضيف هون التمبليت اللي انت بدك اياها، انشاء ملف، انشاء مثلا يعني لو هون انتو شايفين هون create a new، فلو حكيت له انه مثلا هيك، وحكيت له مثلا doc.txt، كبست انتر. لو حاليا اجيت هنا وكبست على create new فصار عندي doc مباشرة، بظهر عندي doc. فانا مثلا بقدر اغير الاسم، هاي صار template بيسموه. اتوقع انتهت العملية ونزل لنا اللعبة الجديدة. بتفوت على الجيمز، وهي سوبر توكس. طبعا انا مش عامل الفيرتشوال بوكس جيست ادونز اللي بتقوي هاي الاشياء، فعشان هيك راح يكون عندي مشاكل كثير. بس هاي انتهت الموضوع. كيف بدك تضيف يعني علشان تسرع هاي العملية، لازم تيجي هون في عنا اللي هو insert virtual box guest add-ons. طبعا مش راح احكي لكم اغلب الاشياء اللي يعني راح اعملها، لكن هنفوت هون. يعني هو زي كأني دخلت سي دي، شايفين هاي الأشياء الموجودة عنا. فأنت بدك تروح نأخذ ال virtual box linux، نعمل له copy وروح فيه وين ما بدك، يعني على أي مكان مثلا downloads، تعمل له paste. بعدين بدك تدخل من هون وتفوت تكيلو سي دي على داونلودز. ادخل على الداونلودز الاس عشان تعرض ايش الموجود عندك، لكن انا بدي ماينس ال اي اتش اي علشان كل شيء، ال لينك الليستنج بيورجيك الاي، راح نحكي عنهم بعدين. بس علشان بدي احكي له شوية شغلات، مثلا سي اتش مود بلس plus execute vbox. طبعا هون راح يفشل.
خربت فيها. راح حاليا يعني يعرف أو يزيد قوة النظام على الفيرتشوال بوكس، زي كأنك بتعرف أو بتعطيها تعريفات الشركة زي انفيديا، فبتعرف كرت الشاشة بصير عندك عرض أقوى، تقدر تلعب شو اسمه جيمز أكثر وإلى آخره. طبعا بس ها هي مبدئيا اللي بدك تعمله، وبعدين راح تعمل ريستارت، وهي بس يعني لمحة سريعة وتعريف على تعريف الـ Virtual Machine علشان تكون فعالة معنا بالمستقبل. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله.